تم اليوم إعطاء انطلاقة المنتدى العالمي للحماية الاجتماعية اللي تتحتضن بلادنا لأول مرة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. رعاية السامية ديال صاحب الجلالة نصره الله لهذا المنتدى تتعكس مدى أهمية هذا الموضوع في بلادنا وكذلك كقاطرة للنمو الاجتماعي والاقتصادي في المملكة المغربية. سيحضر معنا في هذا المنتدى اللي سيدوم 5 أيام 1200 مشارك ومشاركة أتوا من 140 دولة لتبادل الرؤى لتبادل التجارب لتبادل الخبرات اللي سيعرفوها تطور الحماية الاجتماعية في البلدان ديالهم وذلك من أجل النهوض بهذا الميدان الحيوي استراتيجي في كل بلد. كانت كذلك فرصة اليوم في إطار الجلسة الافتتاحية لتقديم النموذج المغربي من خلال المشروع الاستراتيجي المهم اللي تنعرفوا ألا وهو توسيع الحماية الاجتماعية تحت انطلاقا من توجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. The World Social Security Forum in Marrakesh is an outstanding event at an extraordinary city here in Marrakesh. We have more than 1,200 people here, but these are all experts in social security. And what we are facing is a time where social security is absolutely on the top list on the political issues. And what we need is that what at the time the Moroccan government is doing. We need to invest in social security. We need to realize that social security is the key, really the key for economic growth, freedom and peace. And that is what we are going to discuss for the next 5 days here in Marrakesh. And I'm sure that this will be a big step forward to a better world with a stable social security. لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلك جديد الفيديوهات من هيسبريس.